السلام عليكم متابعي قناة صوت على صوت تي في. كما تشاهدون معنا هذا المباشر هذا من وسط مدينة الدار البيضاء بالضبط بسيدي مؤمن. معنا هذا الشاب هذا اللي في العمر ديالو 25 سنة، اللي هو تزاد هنا في كازا. كان عنده المشكل ديالو مع العمل ديالو اللي داري البركة ديالو، ما بغى عندهم الوراق، عندهم إجراءات ديالهم اللي خصهم يتبعوها، ما تبعوهاش. نصبوا عليه في الدار ديالو، نصبوا عليه في الوراق ديالو باش غيعترف به الاب ديالو. حاليا هو تيقول لك ما باغي والو، باغي غير نصيب البطاقه الوطنيه ديالي والدار ديالي، فين الدار ديالنا فين يسكن هو والام ديالو. الام ديالو مريحه في تالودانت، هي من مدينه من اقليم تالودانت، بطريح غير تما. غنشوفوا معنا هاد الشاب هذا اللي في العمر ديالو 25 سنه، اللي مسكين تيتحرق على قبال الوراق ديالو اللي عمو خلاه بين قوسين. ما هو ديال حتى شي حاجه، ما باغي يصوب غير البطاقه الوطنيه. دابا تيمشي يخدم، تيمشي لاي بلاصه تيقولوا ليه خاصك البطاقه الوطنيه. البطاقه الوطنيه شكون اللي غيعطيها ليه؟ كتبقى علامه استفهام. خاصو اجراءات قانونيه، خاصو يتبع مساطر ديال المحكمه، خاصو ياخذ الوراق ديالهم من الملحقه الاداريه اللي عندهم هنايا في سيدي مؤمن. بالضبط اش من بلاصه؟ رحامنا 71، المقاطعه اللي شاد رحامنا 71، ملحقة 71 منطقة سيدي مؤمن. اللي شاد عار حاملة. كيفاش تلقى المشكل مع البوليس مع الأمن على قبل البطاقة الوطنية؟ تلقى خويا مشكل مع الأمن. اليوم صوت العدالة تقول لك ممكن تعاود لنا الموضوع ديالك من الأول، نوصلوا للأساس في هذا الموضوع. زعما الميكرو شوية على قبل الصوت. السلام عليكم، معكم أيمن المقراوي. أنا خويا كنت عايش مع الوالد ديالي هنايا فرحام نفسي جي مؤمن. مات الوالد ديالو، كانوا مشاكل ما بين الوالدة والوالد. مات الوالد ديالي خلى لي واحد الاعتراف بان انا تيثبت بان انا راه ولده. كنت عايش معاه سي جي مؤمن فرحامنا في بلوك 12 في براكه في الكاريه، كنت عايش انا وياه. مات الوالد في 2015 خلى لي هذاك الاعتراف. اصلا ما كبرتش معاه حيت ناضوا مشاكل فاش جات امي جابوها باقا صغيره. المهم بزاف جا الحوايج دازو، جرى على هذا العم هذا دابا اللي داخل المحل انايا ومجوج ولدو فيه وعط وحطو فيه. جراو لي على امي باقا صغيره بيا، باقي فكرت انا باقي كاع ما تزاجيت ما حتى شي حاجه. مشات امي ولاتني عند الناس. المهم الحمد لله كبرت دابا وقفت على راسي. جابني الوالد في عمري 13 سنه. المهم داك الله جابني صغير، دار لي هذا الاعتراف هذا. بقيت عايش انا وياه في هذا المحل هذا. كيفاش داروا لي الاعتراف؟ داروا لي اخويا هو الوالده ديالي هذا الاعتراف ديال المحكمه عدلي. عدلي عند المحكمه بان انا راه الابن ديالو وفين تنسكن معاه وفيه كلشي. هذا الاعتراف هذا وعندي الاصيلي ديالو، عندي وراقي اصيليين. دار لي هذا الاعتراف هذا، بقيت عايش انا وياه. كان مريض مسكين بالتشيقه، ما كملش لي ثبوت النسب، ما كملش لي الوراق مع المرضى وحاله ضعيفه وتوفى. بقى لي هذا الاعتراف هذا. انا فاش بقيت نكبر وليت نوقف على راسي، بقى لي هذا الاعتراف. ناضوا عمامي فاش باغي يجروا لي الكانار باش نخرج انا من ذاك المحل، ناضوا شنو قالوا لي؟ قالوا لي راه داك الاعتراف وغنجمعوا لك وريقاتك وغندفعوهم للضابط حاله مدنيه. صاحبي قال لي عمي السي محمد وعمي مبارك وعمي محمد، قالوا لي راه لنا وريقاتك باش نصوبوا لك وريقاتك. انت راه ولدنا ولد خونا. انا ثقت فيهم، قلت راه عمامي راه ما غيقدروش يجروا معايا شي حاجه. شدوا لي هاد الوراق هادو جمعوهم. بقى دابا الان باقي دروسي. مشيت طلعت وراق اخرين اخويا في تالودانت، وقفوا معايا جمعيات هما اللي خرجوا لي الاصيلي وخرجوا لي الوراق كاملين، وحكمت لي المحكمه في الصالح ديالي ثبوت النسب وخرجت وريقات. شي حاجه وحده فاش جيت لدارنا اللي كنت نعيش فيها، سجيتها بفراشه بحوايجي وخليتهم فيها. جيت لقيت العم فرع الحيط، ما اصلا مقاربين بيناتنا فرع الحيط، يعني البراكه حدا البراكه، براكه حدا براكه بيناتنا حيط، فرع الحيط ديالو ديالنا. ودخل ليها ولات دابا متيسعه وجوج ولدو وولدو المقاطع عاطيه لولدو شهاده السكنه على داك المحل اللي ماشي ديالو، والمقاطع عارفاني انا ولد من وعارفه داك المحل ديال من. وفاش مشيت اخويا انايا لعند عمي، فاش جيت دخلت عند عمي دويت معاك، قلت له عمي حشومه عليك واش انا نضيع ما عنديش فين نمشي انا وامي؟ قال لي لا، قال لي انت كما تعرفو. قلت له عمي قلت له هذوك الوريقات اللي ما كانش بغي يشري ليا، قلت له راه بجد الله انا وصلت لهم. المحكمه حكمت الصالح ديالي في الدوسي اللي تحكم في 2021. قال لي لا، قال لي انت ما تتسال والو. كيفاش انت بدا تسال والو؟ وباغي ينكرني اخويا، نكرني عرفتي شنو هو نكرني. ومهما ذلك هذا العم ديالي وجاو الدار ضربوني وسط الدار فاش دخلت عليهم، جابوا يجروا لي التهجم على مسكن الغير بان انا تهجمت عليهم في محالهم وانا جاي باغي ندوي معاهم علاش دخلتوا لي المحالي. ومشاو سبقوني للدائره ثلاثه اللي شاد الدار رحامنا، وما تصنت لهم حتى شي واحد. قال لهم واش ضربكم؟ قالوا لي هي. قالوا فين هي؟ سيرتها فيك، سير دير سيرتها فيك وجي نصنتوا ليك. مشاو
ما تصنتوش اليوم. قال لي قال لي الضابط قال لي سير شكايه عند وكيل الملك. مشيت درت شكايه عند وكيل الملك اخويا. وكيل الملك استمع ليا دخلت عنده تصنت ليا درت شكايه عمر ليا. قال لي سير تجاريهم الاناسي. مشيت الاناسي اناسي صيفطاتني للدائره 3 اللي شاد رحامنا. دخلت عندهم استمعوا ليا قالوا لي لا خصهم يعطوك شهاده السكنه وانت راه من حقك وعندك اوراقك مضبوطين وعلاش يديروا معك بحال هكا. قال لي سير عند القائد ما تدوي مع حتى شي واحد. طلع عند القائد ديريكت توجهت عند القائد. بقيت شي 4 ايام وانا تنتسنى فيه متى غيجي هذا القائد هذا. نتسنى اليوم الصباح غدا التاجة جا دخلت عنده انا والوالده ديالي. قال لي مالك تاسع هذا القائد تندوز من المعاناه في عمري 25 سنه وقع لي مشاكل الوريقات ديالي كنت دابا تحكم لي الملف. جيت لدارنا لقيت عمي داخل الدار. قال لي واش عمك مصوب شي لاكارت؟ ولد عمك واش مصوب شي لاكارت على ديك المحل؟ قلت له هذا القائد مصوبو. قال لي سير كتب لي شكايه عند كاشف عمومي وجيبها لي باش نخرجوه بالافراغ. قلت له هذا الشكايه الوكيل الملك. قال لي لا ماشي هذيك جيب لي شكايه اخرى. يعني أكبر شيء قال له الوكيل الملك دير لي شكاية ليه هو باش يدير هو تدخل ديالو باش يجر تدخل ديالو. فجبت لي شكاية ديالو. قالت لي الكاتبة اللي كتبت لي الشكاية قالت لي راه عطاتني فيها فوتوكوبي وعطات لي الوريقات الاعتراف ثبوت النسب لاكارت الوالد ديالي شهادة الوفاة شطو الملف مضبوط كلشي مضبوط. قالت لي راه غيعطيك وحدة غيكيليزيها لك وغيعطيها لك تبقى عندك وحدة راه غتبقى. هو ما عطاني حتى شي ورقة جمع الوراق كاملين حطهم عنده في المكتب. قال لي واش كاينة النمرة ديالك؟ تي كاينة. قال لي سير طنصوني لك. مشيت رجعت يومين عاود رجعت 15 يوم واش يصيفط فيا القايد هذا القايد 15 يوم واش يصيفط فيا في الاخر فاش جيت عنده. قال لي قال لي تيجيني امر عند الوكيل. قال لي تيجيني امر عند الوكيل عادي يمكن ليا. قلت له سعاد قلت له سعاد القايد قلت له صيفطوني للبوليس باش ناخذ شهاده السكنه باش نصاوب لاكارت ديالي راه تندور بدون هويه 25 سنه. قال لي عرفت. قال لي ولكن تيجي امر عند الوكيل ما يمكنش نعطيك شي حاجه. كتر محالي والناس عارفين والزنقه كامله. قلت لي خرج المقدميه سول خرج المخازن سول في ديك الزنقه ديال من داك المحل شكون اللي كان عايش فيه هما غيقولوا كل شيء. الناس كانت ماشي عارفين ماشي عارفوني اخويا. ما ديري لي ورقه ديال الاشهاد اخويا. هاي ورقه ديال الاشهاد ديري لي الجيران بان انا ساكن مع الوالد ديالي بان كنت نسكن معاه ماشي جيت باغي ندوير هكاك اخويا. ومن فوق الورقه كاين اعتراف عدلي من المحكمه بان انت تسكن مع الوالد ديالي في هذه النمره كاين العلوان كاين كل شيء فين كنت نسكن انا والوالد ديالي اخويا. هاي ورقه ديال الاشهاد اخويا هاي ماشي اخويا انا تندوي بحال موكا كان راه عندي ورقي اخويا مضبوطين هاكو شي انجي ابار هادشي هذا قلتي باش نلقى هاد المرات تكون دايز شي تكون دايز اخويا تكون شي دوريه ديال البوليس يوقفوني في كازا في تارودا انت اي مدينه مشيت ليها ضروري تكون شي حمله بحال موكا تنتلاقى معاهم توقفوني وقف سميتك سميتني فلان بالفلان في غاجي غاجي لاكارت ديالك ما عنديش الشاف علاش ما عندكش شاف عمرك 26 طلع علاش ما عندك يلاه تحقق الهويه علاش ما تكونش عندك هاد لاكارت هذا عندي مشاكل في وريقاتي تاني تيمشيو يجري تحقق الهويه ويعرفوا بان عندي مشكل عاد تيصيفطوني ديما تنضرب انا تنمشي مكرفص انا للكوميساريه فابور تنمشي تنطلع ديما انا مكرفص فابور وانت ما بغيتيش تبقى في هذه المشاكل ما بغيتش اخويا راه اي واحد راه اي واحد اخويا ما غيبغيش هذه المشاكل هادو اي واحد بيت بطاقه وطنيه نجي في جيبي وقفوا عليا بوليس تحيه ليهم هما تيجروا الخدمه ديالهم انا ماشي تلومهم ولا شي حاجه هما تيجروا الواجب عليهم حيت كاينين بزاف ديال الحوايج ولا تيتعرضوا لهم الناس دابا كاينين بزاف ديال المشاكل الواقعين انا ماشي تلومهم ولا شي حاجه الخدمه ديالهم تيجيروها من حقهم ولكن انايا بغيت انا بطاقه وطنيه باش يوقفني هاد الشرطي هذا يقول لي بطاقه جاك نقول له مرحبا ونعطيها انا استاذ يشوف الهويه ديالي يقول لي سير فين غاجي بلاش تيطلعني علاش غيتجيني على والو انا وليت نمشي على والو يعني ما عنديش لاكارت غيتجيني راه اي واحد في بلاصتو ما عندوش لاكارت تيقول لك واش لاكارت تقول لي ما هزه ولا تيقول لك يلا علاش انت ما تهزها علاش بزاف ديال الحوايج حاليا شنو تيبان لك انت في هاد الشيء هذا وتبع انت المخاطر ديالك اللي كاينه انا اخويا تيبان لي انايا اوراقي عندي كلشي مضبوط انا اخويا انا تنتمنى من المسؤولين ديالك دابا باش تحس دابا شنو الوالدة ديالي مسكينه دابا بزاف عاد تشوف هاد الفيديوهات عاد تندوي على راسي الوالدة مسكينه راه انت راه عندك والديك وحاس بهم اخويا الله يسمح لنا من الوالدين الالام دابا الوالدة بزاف تتشوفني دابا العالم كلشي تيشوف فيه راه الالام الوالدين راه اي واحد راه ماشي يحس بهم اولاده والوالدين راه ماشي يحسوا بهم اولاده اخويا راه بزاف هادشي والله المطالب ديالك والرساله ديالك المطالب ديالي اخويا انا باغي الحق ديالي وباغي لاكارت ديالي باغي المقاطعه ديالي تعطيني شهاده السكنه ويحيدوا داك المحل اللي دايلوا لي ولد عمي وعمي يحيدوا لي ما يعطوه لي حيت داك المحل ديالي انايا حيت انايا ما عنديش فين نعيش هو عايش مع باه انا امي كاينه في بلاصه اخرى بعيده عليا ما عنديش فين نعيش اخويا انا دابا تسول عليا اخويا سول بيقول لك الدراري هذا تيظلم مجلوق هنايا غادي نضل اخويا مجلوق انا نفسي جي مومن نضل كل نهار مره يعطيني هذا حوايج شي عند كل الناس بعد مره يعطوني الدراري ما نلبس انا مجلوق اخويا دابا شهرين ونص دابا ما داروا معايا حتى شي حل في المقاطعه مازال ما شفت حتى شي حاجه اخويا انا باقي مجلوق في هذه البلاد هادي ضايع عند الباشا عندي محسوب عليكم هنا اخويا انا مشيت عند الباشا اخويا اللي محسوب علينا تاع السبع خصني اللي يدخلني عند الباشا ما غيخليني الا كتبت لي كاع شكايه غتبقى محطوطه ما غيدخلني حتى شي واحد عنده خصك خص لي يدخلك عنده اخويا الباشا ما غيخليوكش تدخل يقول لك لاكارت مالك وكذا يقول لك اش عندك تقول له ما عنديش شكايه للوكيل الباشا غيقول لك راه انا غيخلوه عنده سير ديك الشكايه واش توصل للباشا ولا
ما توصلوش، حيت بزاف ديال الناس قالوا هاد الهضره اجي اخويا ماشي انا اول مره تيوقع لي هاد المشاكل، بزاف ديال الناس وقعوا لهم هاد المشاكل هادو، وكاينين الناس تيبانوا تيهضروا على حقهم بحالي انايا، وكاينين الناس مساكن تيحشموا تيوجهوا امرهم الله سبحانه وتعالى، تيقول انا خليت امري الله سبحانه وتعالى، انا باغي الحق ديالي، هاد الشيء اللي تنطلب انا. هاد المباشر هذا الدري هذا اللي عنده وثائق ديالو عنده مسائل ديالو مسكين ما بغا والو بغا يصور البطاقه الوطنيه ديالو على قبه بحال هاد المشاكل اللي تيقاه تي تكون شي دوليه ولا شي حاجه ضروري تيوقفوه مراقبه هذا هو القانون ضروري ما يوقفوه ما عندوش البطاقه الوطنيه تيديو تحقيق الهويه حنا تنطلبوا من القائد ديال هاد الملحقه هادي باش يحاول يتعاون مع الشاب هذا اللي في العمر ديالو 25 سنه ما نضيعوش بحال هاد الشاب هذا كاينين شباب بزاف تلقاهم ضايعين نتمنوا من الله عز وجل الله يوفق الجميع وتحياتي لجميع متابعي قناة صوت الهجرة لهذا المباشر هذا تحياتي لكم إلى اللقاء موعدنا في مباشر جديد إن شاء الله وشكرا لكم.